سلاح الجو الإسرائيلي قام بتنفيذ ضربات عنيفة للغاية على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. الضربات جاءت في الداخل السوري. وكالة الأنباء السورية هي التي تحدثت عن تفاصيل ما جرى، بالإضافة إلى وكالات مهمة مثل وكالة رويترز، بي بي سي البريطانية، وكذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان. واللحظات الأولى والدقائق الأولى من هذه الضربات كانت بهذا الشكل، ضربات كبيرة للغاية استخدمت فيها العديد من الصواريخ على العديد من الأهداف على العمق السوري. نلاحظ هذا الموقع ضرب بأكثر من صاروخ تحديدا، والدمار كان كبيرا في عدد من النقاط كما نتحدث الآن في الداخل السوري. الذي جرى بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي بأنهم حلقوا بهذا الشكل من الأراضي الإسرائيلية عبر البحر المتوسط ليتعدوا طبعا لبنان، وبعد ذلك الطائرات الإسرائيلية ببساطة تمركزت هنا فوق البحر المتوسط باتجاه سوريا تحديدا وباتجاه حمص، وقاموا باستخدام من 8 إلى 9 صواريخ باتجاه عدد من النقاط في حمص وجنوب حمص طبعا. والمنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري حاولت التصدي لهذه الصواريخ الإسرائيلية، ولكنها لم تتمكن من صد جميع الصواريخ وجميع الأهداف التي كانت تبحث عنها إسرائيل. وإسرائيل فعلا تمكنت من تحقيق عدد من الأهداف كما لاحظنا الآن في المقاطع المصورة من الضربات التي جاءت في الساعة الأولى من صباح هذا اليوم بتوقيت دمشق. وإذا ما حاولنا أن نأخذ وأن نرى طبيعة التفاصيل لهذه الضربات سنلاحظ بأن الضربة الأولى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان جاءت باتجاه القصير، وأربع أهداف استهدفت في حمص، أي أننا أمام 5 أهداف تحديدا هي التي ذهبت أو حاولت إسرائيل أو قامت باستهدافها بشكل مباشر. وسنلاحظ هنا بأن إحدى الضربات جاءت في منطقة المزارع بالقرب من مصفات حمص هنا، وبالإضافة إلى منطقة الحمرة بالقرب من دوار تدمر، وكذلك منطقة الأوراس هنا. وأحدى أخطر الضربات التي تم التركيز عليها هي الضربة التي جاءت في حي الحمرة تحديدا في حمص، حيث أن هذه الضربة أدت إلى مقتل 6 من المدنيين من ضمنهم امرأة وطفل، ولكن كان هنالك عنصرين تضاربت الأنباء حولهم بأنهم قد يكونوا مستشارين إيرانيين متواجدين في هذا المبنى. ولكن بدأت التقارير تؤكد حقيقة بأننا أمام مقتل قيادي من حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى شخص آخر هو خبير بالطائرات المسيرة في حزب الله اللبناني كان موجودا في هذه المنطقة، وبأنهم قاموا بتأجير إحدى الشقق الموجودة في المبنى الذي استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي، وإسرائيل قامت بتدمير هذا المبنى بالكامل. وبالتالي العنصرين هم ليسوا من السوريين ولا يحملون الجنسية السورية، وبالتالي تم الاستهداف بشكل ناجح بالنسبة للجيش الإسرائيلي. و بالنسبة للضربة والمبنى الذي ضرب هو يبدو بهذا الشكل كما تلاحظون. هذا هو المبنى الذي يعتقد بأن خبير الطائرات المسيرة لحزب الله اللبناني والقيادي في حزب الله قد قتلا فيه طبعا مع المدنيين الآخرين. وسنلاحظ بأن عددا من النقاط أو عددا من الزوايا توضح لنا طبيعة هذا الموقع الذي قالوا بأنه في حي الحمرة بالقرب من شارع الحمرة وفي الملعب أو بالقرب من الملعب البلدي. وبالتالي نلاحظ بأننا أمام شارع وأمام سياج واضح. نأخذ الصورة مرة أخرى بشكل دقيق، هذا هو الشارع، هذا هو السياج، والمبنى يأتي بشكل هندسي مميز. وأيضا نلاحظ بأن هنالك مبنى قريب من هذا المبنى، أي أن ليس هنالك شارع يفصل بين المبنيين. وبالتالي نلاحظ أن هنالك أيضا سياجا مدمرا، أي أن هذه المنطقة هي التي دمرت. وستلاحظ أيضا بأننا أمام مبنى آخر عليه لوح خاص بالطاقة الشمسية تحديدا لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية. ونلاحظ بأن هنالك مبنى كبير آخر موجود إلى اليمين هنا، المبنى الكبير الذي نتحدث عنه يبدو بشكل واضح من هذه الصورة بأن هذا المبنى هنا. هذه كل علامات ستدلنا بالقمر الصناعي على طبيعة النقطة التي استهدفت بالضبط. وإذا ما اقتربنا من حي الحمرة فإن هذا المبنى هو الذي يتطابق مع ما نراه. لنأخذ صورة أوضح الآن مما نتحدث عنه، وهذه هي قد تكون الصورة الأوضح من النقاط التي رأيناها الآن. وسنلاحظ أننا أمام الشارع، أمام السياج، نفس المبنى بالشكل الهندسي. هذا هو المبنى الآخر، لا شارع فاصل بينهما، وبالتالي السياج. ونلاحظ هذا المبنى مع اللوحة الخاص بالطاقة الشمسية، هذا هو المبنى الكبير الذي تحدثنا عنه. إذن الضربة الإسرائيلية التي تسببت بضجة في داخل حمص كانت هنا تحديدا، ويعتقد بأن الخبراء والقياديين من حزب الله اللبناني كانوا متواجدين
هنا فعلا في هذه النقطة، بالتالي هي ضربة خطيرة ودقيقة في نفس الوقت من الجانب الإسرائيلي. والبعض يتساءل كيف لإسرائيل أن تحقق مثل هذه الضربات. طبعا الأمر الواضح جدا بأن إسرائيل دائما وأبدا لديها عناصر من الموساد الإسرائيلي وعملاء لهم موجودين في هذه المنطقة مخترقين لها بالكامل، وبالتالي هم يلاحظون كل شيء، يعطون المعلومات لإسرائيل لكي تنفذ مثل هذه العمليات. لكن الأهم من ذلك هو أن إسرائيل عملت بشكل كبير منذ عام 2022 وحتى نهاية العام الماضي على استنزاف المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري الموجودة في هذه المنطقة، وهم ركزوا بضرباتهم على تدمير منظومات البانسر وكذلك منظومات البوك الخاصة بالجيش العربي السوري، وذلك لسبب مهم، لأن هذه المنظومات دائما تتحدى الصواريخ التي تستخدمها إسرائيل في استهدافاتها على الأهداف الأرضية. كذلك أن إسرائيل ركزت على ضرب المنظومات الرادارية الموجودة في هذه المنطقة أو في المناطق المتوزعة بهذا الاتجاه على البحر المتوسط. المنظومات الرادارية، منظومات الإنذار المبكر، هي كانت أهدافا رئيسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وبالتالي بالنسبة لسلاح الجو الإسرائيلي ركز بهذه الضربات على هذه المنظومات إن كانت الرادارية والمنظومات الدفاعية التي ذكرناها. إلى جنوب طرطوس ركزوا على هذه الضربات هنا، وركزوا كذلك بضرب مصياف وما حول مصياف من المنظومات الدفاعية والرادارية، وكذلك ضربوا غرب حمص بشكل مكثف، وبالتالي المنظومات الدفاعية الجوية للجيش العربي السوري استنزفت بشكل كبير، لم يتم القضاء عليها ولكنها ضعفت بشكل كبير، وبالتالي عندما يتحصلون على معلومات لشخصيات مهمة مثل التي قاموا باستهدافها في حمص كما نتحدث الآن، أو مستشارين الحرس الثوري الإيراني أو مستشارين إيرانيين موجودين، فإن إسرائيل تتحصل على المعلومة وتنفذ بسرعة في أي منطقة تريد التنفيذ باتجاهها وبنجاح عال للغاية كما نرى الآن. الضربة طبعا بالنسبة للجانب الإسرائيلي هي لم تأتي من فراغ أبدا، هي جاءت بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بضربات شهدناها في الأيام القليلة الماضية على الفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا وفي العراق، وذلك انتقاما للجنود الأمريكيين الثلاثة الذين قتلوا بطائرة مسيرة مفخخة. ولاحظت إسرائيل أن هنالك الكثير من التقارير التي نشرت حول طبيعة الضربة الأمريكية التي لم تؤدي إلى ردع إيران أبدا مما تقوم به بحسب السي إن بي سي الأمريكية. كما تلاحظون هنا تحدثت بهذا الشكل في 24 ساعة الماضية بأن إيران ووضع الفصائل لم يتغير أبدا، إيران لم تغير من طبيعة تحركاتها في هذه المنطقة ودعمها لهذه الفصائل. فتحدث هذا التقرير بأن لا زالت إيران تدعم فصائلها في كل مكان ولا زالت ترسل أسلحتها، بحسب مسؤولين أمريكيين مطلعين ومسؤولين أيضا شرق أوسطيين، بأن الأسلحة لا زالت تمر لهذه الفصائل ولا زالت إيران تعطي المعلومات الاستخبارية بشكل مستمر لجماعة الحوثي، لتستمر جماعة الحوثي بهجماتها في البحر الأحمر وفي خليج عدن، وتستمر في إطباق الحصار في مضيق باب المندب في إشارة لسفينة بهشاد الإيرانية المتمركزة هنا في خليج عدن، تلعب أدوارا كبيرة على المستوى الاستخباري. بالتالي الضربات الأمريكية بشكل عام وتحليق القاذفات الاستراتيجية فوق سوريا وضربات شهدناها كبيرة على مسافة ما يقارب 140 كيلو مترا إلى غرب نهر الفرات على طول الحدود العراقية السورية لم تغير الكثير، وبأنها ضربت هياكلا ولم تؤدي بالشكل الكبير إلى تغيير سلوك هذه الفصائل الموجودة بالمنطقة. بالتالي هذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من الجانب الإسرائيلي، لا بل إن إسرائيل أيضا بدأت تصعد مرة أخرى على حزب الله اللبناني، وشهدنا بعض الضربات الكبيرة التي طالت الخيام في جنوب لبنان بهذا الشكل. لاحظ هنا ضربة أخرى وهنا ضربة أيضا ثالثة ورابعة، بالتالي قصف كبير للغاية وهنالك خطر وقلق كبير مما يمكن أن يكون قادما في هذه المنطقة في جنوب لبنان. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هنالك حراك دبلوماسي مكوكي تبحث عن تحقيق نجاح فيه الولايات المتحدة، فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الآن بدأ بزيارة هي تعتبر الخامسة للشرق الأوسط بعد كل ما جرى في 7 أكتوبر، وبعدها اشتعلت الأزمة طبعا في قطاع غزة، فهو وصل إلى المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي، يوم أمس كان في جمهورية مصر العربية، ويجب أن يتجه أيضا إلى قطر وبعد ذلك إلى إسرائيل. من أجل ماذا؟ من أجل الدفع بتحقيق نجاح في هدنة
تمتد لمدة شهرين بين إسرائيل وبين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك لتهدئة الأمور. بالتالي الولايات المتحدة تبحث عن تهدئة. بعض التقارير الإيجابية عن هذه المسألة بأن هذه الهدنة ممكن أن تتحقق، ولكن بعض التقارير الأخرى تتحدث أن الفصائل الفلسطينية لديها شروط قاسية على إسرائيل بأن إسرائيل يجب أن تنهي الحرب، يجب أن تنسحب من غزة وغيرها. بالتالي ليس واضحا كيف من الممكن لهذه الجهود أن تؤدي إلى نجاح لهذه الهدنة. الظروف صعبة في هذه المعركة، فالفصائل الفلسطينية تعلم إن لم تخرج إسرائيل وتنهي الحرب فإن هذا من خلال هذه الهدنة أن هذا قد يعني ببساطة بأن هنالك مشكلة حقيقية، أن هذه آخر هدنة ممكن لإسرائيل أن تتقدم باتجاه رفح.